هلا والله شباب، جيتكم بعد البث. حاليا شفتم بالبث، ما قدرت اطور او ما قدرت امشي بسبب اللاج، ضعف النت بسبب برنامج التصوير، او النت عندي ضعيف مو زيادة. حاليا راح نريد البيت هذا او هذاك، ما اعرف بالضبط اي واحد منهن. أتمنى اللي مو مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس وما ينسانا من لايك. طبعا هاي تجمع بيوت، أتوقع هذا هو بيت الأدمن. شوف اذا بطلق ولا لا. ما بطلق طبعا. حلو، اعطيها ولا تخليها. ايه شوفوا اذا في تورنتات جوا ولا لا. حلو، شلو باب هاي، حتى مو مقفلها جوا. يا عيني ترنت صاروخ. تمام، هاي التي سي هان. وشو صار؟ الترنتات اللي فوق.
حركة غبية مني. الو، هرهن واحد ورا الثاني. والله حاليا حرب طاحنة على التورنتات بس. اذا برا هيك حاط، شلون جو اذا دخلنا؟ قديش راح نلاقي؟ أتوقع المقطع هذا راح يطلع 40 دقيقة أو أكثر.
من وين قوص علينا؟ لا 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 لا، وين باش راح بها؟ هاي الترنتات جوا. طبعا شباب اذا دحكي ما راح يطلع صوتي من طريقة التورنت. حاليا تخطينا الدفعات الاولى اللي هي التورنتات. هسه حاليا تخطى خط الدفاع الثاني. اوب 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 اوب، تعال تعال. كفو شباب، يلا حيهم. خلاص راح اعطيها، راح يطلع ترنت وراه. ايوه احرق حرق. ماشي، متوقع انه في ترنت. طب وين كان هذا الترنت؟ لا تقول لي فوق بس.
ايوه هذا الترند راعي غدرات. قضوا علينا. كومنا صبور خلانا. وش يسوي؟ فجر حاله. شو هذا؟ منين طلع؟ نعبالي انه واحد من اصحابنا. والله عبالي انه واحد من اصحابنا، بس يلا. يعني بالله شباب، تخيلهم، شوفهم قديش قوسوا. يعني كنا قاعد نقوس عليه بالطريقة هاي وما يموت. يعني الكل ها قاعد يقوس عليه بالطريقة هاي، اللي ساعة قاعد يقوس بو وبرضه ما مات، يضربوه برضه بالقاذف وما يموت. شو هذا؟ راح ارجع افرجيكم. هتشوفهم أربعة قاعدين قوس بو ومو قاعد يقع. طبعا حط ترنتات. عند النت شيله راح لخبط. شوف يعني لا مساعد النت ولا هو هاكر برضو ما يموت، ومخلي دمجه 1000 ولا مليون. شباب اللي عنده علم، اذا الادمان يقدر يخلي دمه هيك ولا لا؟ يعني احنا حاليا 5 نقوس بوه ومحاوطينه، يعني دائرة مسوين عليه دائرة، الا انه ما مات. اذا في شي مثل هالشي هذا خبروني في التعليقات، لانه صدق كذب هيش اللي صار، وراحت علي اني ما صورت اني. من وين يضرب علينا؟ اوب اوب اوب.
الله على ام اللاج. شوفهم يعني اني بس مشان تعرفون انه هاكر دروعتي هاي تكويتي مثل ما تشوفون فل ودمجت يعني اكثر منه 3 طلقات وقعني هو اني قد يصل لي اضربه ومبين بالفيديو اني دمجته تقريبا حول 6 أو 7 طلقات الا انه ما مات. راح نروح نعيد الكرة فوق انه الوينج مليون برضو مخلي حاله ما يموت. كفو هاي خوينا صار يريدوا من هناك. شوف ما قاعد يضربه بالار بي جي وما يموت. طب اذا ما تموت ليش تفل؟ يعني شوفوا 3 طلقات وقعني هو له ساعة ونضرب بالقذايف وما مات. عكل حال ما راح اطول المقطع اكثر من هيك. اتمنى يكون عجبكم المقطع مع انه نهايته شوية مأساوية بس انه هذا اللي جاك انه ادمن وهكر والله ما صارت.
حاولت أقتله أكثر من مرة، يعني حتى شفتهم كنا تقريبا 6 أو 7 حوطناه وكنا صرنا نضربه إلا أنه ذبحنا كلنا. شو الحل معاه؟ أتوقع أنه ما معاه حل، يعني مسوي أنه حقوق الإدمان إله أنه ما يموت، هاي برضو مستحيلة. يعني مفروض أنه يسوي عادي. ومصيبة أنه ما يموت وواقف، أو أنه مخلي دمج الأسلحة ضعيف بالنسبة لنا، أو أنه الدروع مقويها. أبصر شو مسوي بالضبط، ما أعرف. يعني مثل ما شفتم الضر ربع ساعة قوي أسبوع بالأخير. فوق النت عندي شيلة بعد. حط فصلته. شوفه. الله أكبر. شوف والله ما شفت مثله هذا. لا والله يعني هاي الدمج قاعد يطلع مثل ما تشوفون، إلا إنه دمه فل. مليح اللي فصل، شوفه فتح. ناي مخزن براسه يا ادمان يا غشاش. طبعا خرب علينا الريد، رجع كل شي من اول. طبعا شباب ما في رجاء اني ارجع اكمل تصوير ريد، لانه مثل ما شفته ما يموت. نختم الحلقه بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اتمنى اللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه ويفعل الجرس وما ينسانا من لايك، واستنونا مقطع جاي على لعبه راست موبايل.